كان فما تواصل مع الليزاتليت بتاعي، كنا نترينو ا ديسونس ونشوف بعضنا نحكيو ونتكلموا، نبعثوا لونتر معناها الفيديو لبعضنا ونشوفوا فهمت. كان بيريود مش سهله اختي، انا مش موجود معاهم الكل فهمت، اما معناتها ترينينا ما ضيعناش برشا الحقيقه. الاولاد كانوا في المستوى جيد الحقيقه، مستوى باهي معناتها ما ضيعناش حاجه كبيره. مش نقول لك انا ما ضيعناش برود هذه، ما ضيعناش حاجه كبيره، لما خاطر ما عندناش السباس نجم نخدموا فيه معناتها، فهمت محكم لازم ترينا في الدار فهمت، اوبليجي عليك ترينا في الدار. حاولنا معناها نعمل الماكسيموم حاصيلو، وتوا كي رجعنا انا فرحان بالمستوى نتاعهم باهي، ومش نحاولوا نواصلوا ونكملوا نواصلوا توا للمسابقات الجايه ان شاء الله، نحاولوا نخدموا اكثر وقت لبرا، خاطر تعرف مكانهم ما يجريوش وكل في الدار فهمت. انا تروا السيكل نتاعنا تروا سيمانه برا نخدموا معناتها بريباراسيون فيزيك جينيرال، نعملوا مانتيان حاصيلو ما ضيعوش، ومن بعد ندخل للصاله نخدموا شويه سكريم وكل، ونستناو شنو فما في الكالندري البرا الكومبيتيسيون البرا كوب دي موند والشامبيونات دافريك، مازالوا ما وخروا ما وخروش، ومن بعد نشوف نفهموا نحنا السيزون كيف معناها باش نرتحوا اولادنا وكل باش ندخلوا في السيزون جديده. بالنسبه لاولادنا البرا اللي يعيشوا برا في فرنسا وفي امريكا، هما يترنوا مع البريباراتيم فيزيك نتاعهم هما، اما نحكيو شويه، اما كي يرجعوا هوني تونس ديما فما تواصل مع البريباراتور فيزيك اللي برا اللي يريني في الاولاد، ونشوف نكملوا خدمه بعضنا وكل باش نكونوا في مستوى واحد.